مساء الخير بنات، اليوم بنسوي مع بعض خطوات بسيطة من سكينسوتيكلز البراند ياخذ العقل، فتابعوا معانا الخطوات راح اشرح لكم اكثر عنه وتكون عندكم فكرة. والاهم انه ماخذ رقم واحد في مجال العناية التجميلية حول العالم، هذه نقطة مهمة. والحين بستخدم معاكم الفيتامين سي، الفيتامين سي هذا رقم واحد عالميا، يعطيكم جلوي جلاس سكان، يساعد على انه يخفف لكم التهيج بعد الليزر، يعني اللي تتهيج بشرتها بعد الليزر جربي هذا لان حتى الاطباء ينصحون فيه. فخلونا نستخدمه مع بعض نشوف النتيجه. الحين بنستخدم الكريم، الكريم هذا يحافظ على الكولاجين في البشرة، يساعد على انه يخفف التجاعيد حول البشرة، ترطيبه حلو وبنفس الوقت يخفف لكم من الخطوط في البشرة. الحين بستخدم معاكم الكريم، الكريم هذا تحطونه حول العين يخفف من السواد والانتفاخ والخطوط البسيطة اللي تكون موجودة على الطرف. وآخر شيء الواقي الشمس ضروري كل يوم الصبح بنات تستخدمونه. أتمنى أن أعجبكم التوتوريال من سكينسوتيكلز، البراند الحين موجود في بوتيكات تقدرون تطلبونه.